على واحد الحدث مأساوي عشناه هاد اليامات، أول أمس الأحد، وفاة الفنان المسرحي اللي حرق راسه أمام وزارة الثقافة بعد أن سدت أمامه كل الأبواب، ولم تنفع معه طبعا معه مختلف الأشكال الاحتجاجية اللي قام بها في إيقاد ضمير المسؤولين وفي إخراجهم من صمتهم الذي يشبه صمت القبور. طبعا ما ننسوش الفاجعة ديال الشهداء وشهيدات اللقمة، لقمة الخبز من عرق الجبين اللي توفوا أيضا في حادث سير مفجع بمنطقة البراش وبإقليم الخميسات. طبعا أمام هذا الرزقين الأليمين لا يسعنا إلا أن نقول إن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أرواحهم برحمته وغفرانه ويلهم أسرهم الصبر والسلوان. طبعا فاش كنت تحدثت على المستجدات الاستشارية، شوفوا معي هذه الصورة، المفارقة الكبرى بين إنجازات دبلوماسية رائدة برؤية حكيمة لجلالة الملك وإنجازات رياضية في كرة القدم، في الملاكمة رفعت راية المغرب عالية طبعا في المحافل الدولية، يقابل ذلك إخفاقات بطلتها الحكومة الموقرة. تصور كنت دابا كانت عندنا حكومة قوية، تصور هادشي دابا ديال الكرة، شنو هي شنو الإنجازات ديال الكرة؟ عرفتي هاد الكرة هذيك لا جرينتا اللي كيقولوا الكويرية اللي خلقات في المغاربة، تجاوز الذات، هذوك اللي الدراري ديالنا اللي جابوا ذوك اللعابة راه غير الحر والانتماء والنفس والغيرة والنية، واش والله تيسير؟ مع كامل الأسف ما مالوغوز ما عندناش حكومة قادرة تتابع هادشي، تخرج منه العجب. ديك علاش أنا شباب 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 رائد، ولكن اللي غادي يتبع لكم موتيف مع مع كامل الاسف ما عطاتش. اذا طبعا اخفاقات قلت بطلت الحكومه الموقره، حطمت الارقام القياسيه في رفع ضغط المغاربه، في تجويعهم ايضا وفي التنغيص على الحياه ديالهم. هذه الحكومه كينطبق على ذاك المثل المغربي اللي كيقول جينا نعاونوا في رباه ياك وهرب لينا بالفاس. حكومه دابا حتى فاش كتبغي تعطيها النصيحه ما كتستوعبش، كتعرف شحال هادي كنقولوا حنا وريه الى اعمى لا هي في الحقيقه الى عاودوا وريه الى اعمى لا ولا لا ماشي هادي ثقافتنا، راه عوجوها لكم. وريه الى اعمى شد بيديه، كيفاش ديرو خليه؟ ما عملنا كنا حنا هكايا، نجيبوا لنا الثقافه العوجات انتم الله يهديكم. دابا المشكل حنايا بغينا نشدوا بيديهم، ما لقيناش الايه ديال اللي غادي نشدوا، ما مدوداش باش تجي خصها تكون مدوده، ما مدوداش الايه ديالهم. اذا فعلا ما لقيناش اللي ديال اللي غادي نشدوا. ولكن الا كان هذا قدر ولا مع هذه الحكومه، الا كان هذا هو القدر وكنظن هذا قضاء وقدر، فاحنا ما كنسالوش الله سبحانه وتعالى رد القضاء، نسأله فقط لطفة فيه. إذا بكل صراحة وصدق زعما اسمحوا لي، كاين واحد الصعوبة في يعني الإحاطة بكل المستجدات على الساحة السياسية الوطنية، لأن العبث الحكومي أضاع البوصلة وأربك الأوراق وأنسان الأوراش أيضا الكبرى اللي استبشرنا بها خير، كما أنسى المواطنات والمواطنين الوعود الوردية. عقلت هذاك الشيء اللي كانوا كيقولوا لنا الوعود الورديه والمخماليه، انا شويه تنصوت عليهم حق الله، الا شويه نصوت عليهم حيت داكشي بزاف. ما عرفتش كون واحد راه مابقينا كنتلفوا باش نمشيو ما بين السهوله وما بين والله العظيم، لان انا درت نقول لكم دابا جيت قدمت البرنامج ديال الحركه الشعبيه، والله الا حشمت من راسي قسما بالله نقول لكم هذه النقطه خصني نوقف عليها. قلت حيت ما بقاتش في التيار بالارقام، شنو كنديروا دابا؟ كيجي الحزب الفلاني انا غادي ندير مليون، كيجي واحد كيقول لك انا غادي نخدم ثلاثه، كيجي واحد علام كتضحكوا عباد الله، علام كتضحكوا؟ وحتى هذا الشعب هذا ديالنا خصو يفيق شويه من الناس، بقاش غيستهلك في الاخبار وفي الارقام، حتى هو يكون شويه يبقى يحلل شويه يفيق. كيفاش انا غادي يجيو جوج ديال الاحزاب وثلاثه بقاو يشيروا عليا بالوراق ويشيروا عليا بالارقام وانا ما عارفش علاش باينين؟
والسؤال اللي خصو يتطرح فاش كنجيو الانتخابات، اي حزب اليوم كيعطي برنامج وكيعطي ارقام، ما مال الارقام السابقه؟ بعدا خصني نبدا بهكا، انا جيتي وعدتيني وعطيني، عطيني داكشي اللي قلتي اختي الفايته، فين هما الارقام اللي قلتي وعدتيني بها؟ انا جيت خدم برنامج قلت لهم ما غاديش نوعدهم غير بالارقام لان غنكذبوا عليهم، غادي نوعدهم باصلاحات جوهريه، وهذه الاصلاحات الجوهريه اللي توفقنا فيها وتعاوننا فيها هي اللي غادي تعطينا الارقام. الا صلحنا الصحه غادي تعطينا رقم مزيان في الصحه، ولا صلحنا التعليم غتعطينا ارقام مهمه في التعليم، ولكن باش نصبقوا العصا قبل الغنم هذا انا كنعتبره دور من العبث وذو سذاجه، سذاجه لا لهذاك اللي كيوعد ولا هذاك اللي كيتصنت. كيفاش تعطيني انت ارقام باقي ما عارفش علاش تبني، وانت في بلد فيه لا يقين مناخي لا يقين فلاحي، بلد كلها كتعول على الفلاحه، كيفاش غادي تعطي هذا؟ واش لاحظتوا الحكومه فاش دخلنا معهم داكشي اللي قلنا لهم كله سبحان الله كيوقفوا عليه؟ علاش؟ لان غادي معاهم بالنيه. في قانون الماليه حطوا ارقام، كنقول لهم كاين فرق ما بين عندي لي بريفيزيون توقعات وعندي ليستيماسيون تقديرات، شنو الفرق ما بيناتهم؟ فاش كنقول توقع، توقع كيكون فواحد ليشل من الواحد حتى العشرة، كنبدا من الأربعة حتى لسبعة، كنزيد جوج من الفوق ولا جوج من التحت، هادو هما التوقعات دي بريفيزيون. ولكن فاش كنمشي ليستيماسيون راه كنكون في سيدي قدر العالمي، كيما كيضحكوا الشباب، كنمشي من واحد حتى العشرة، كيما صفر كيما عشرة. إذا الأرقام اللي كيمشي لهم ما كيمشيوش بتوقعات، كيمشيو بدي برونستيك، سي دي برونوستيك يعني دي استيماسيون تقديرات، ما خاضعاش لشي منطق، وبالتالي كي اما ها هو اما ها وغالبا ها. فهادشي اللي كنشوفو جاو قالوا لنا الوزيره قالت راك سمعتوني قلتها لها، قالت لكم 3% 3.2 ديال المعدل ديال النمو، من اللي كيدرتي ليها؟ واش مازال مش تحشمو؟ مازال عاوتاني كتبقى تشيرو على بالارقام، كيدرتي لها 3.2 ديال النمو؟ قرنيها بشي حاجه، قول 3.2 ديال النمو الى درنا 80 مليون قنطار في المغرب. فاش كنديروا 80 مليون قنطار كنكونوا في واحد لا كومبان اغريكول بون، يعني مزيانه بون كومبان اغريكول، كنكونوا في 80 مليون قنطار، تما كنديروا 3.2 وحنا طالعين. ولكن ملي ما كتصبش الشتا وكنهبط ل 40 و 30 كطير نقطه كتبقى الفصيله عندنا في المغرب، وحنا قلنا لهم حنا كنعيشوا زمان الفصيله، ما بغاوش يسمعوا. جينا القانون المالي الثاني ديال هذا العام، هذا ديال هذه السنه هذه، قلنا لهم كيفاش عاوتاني كتقولوا لنا راكم التضخم غادي تهبطوا على جوج؟ حنا كنا كنعيشوا فيه في الاول ديك الساعه في اكتوبر كنا وصلتين 6، برك المغرب ولا اش سي بي كيقول لك 8 واكثر، ما كاين مشكل. جات الحكومه الموقره قالت لك لا حنا غادي نهبطوا على جوج، قلنا ودي الله يهديكم كلوا تحشموا شويه، هادشي راه ما كاينش، راه الا هبطوه بجوج وراني الا عقلتو قلتها في البرلمان، قلت لهم بهذا الحساب ديالكم هذاك الشيء اللي كنشريوه ب 100 درهم اليوم غنشريوه ب 30 درهم في 23 في 2023، واش تقدروا تعاود توعدوا المغاربه بهذا الشيء؟ طبعا ما غاديش يقدروا، وانتم شفتوا دابا وصلنا للفضيحه ديال التضخم اللي وصلنا، لان شفتوا في العالم، في العالم واش كيبغيو يكذبوا علينا ولا كيكذبوا على راسهم ولا ما كيعرفوش يقراوا؟ انا كيبان لي ما كيعرفوش يقراوا الارقام، انا ما شكش في النيه ديالهم، شك في الغباء ديالهم والله العظيم. يعني ما يمكنش دابا حكومه كتجي كتقول لك انا غادي ننزل التضخم من 8 و7 لجوج، وانت كتشوف في العالم، في العالم كدير ان بنش مارك، يعني كتقارن في دول العالم كلهم كيقول لك غادي نشوف. شوف هادو الناس، هادو الناس عاوتاني هادو نيتهم مزيانه، هادو نيتهم مزيانه ماشي ديالنا ديالهم، حيت هادو كلهم كيقول لك حنا طالعين المؤشرات عاطيه لنا التضخم غادي وكيطلع 2023 غادي وكيطلع، وحنا كنقولوا المغاربه غادي نهبطوها. اذا جوج حوايج، اما ما كتعرفوش تقراو، اما ما كتعرفوش تجمعوا الحساب، واما كتكذبوا علينا. ما الى عندكم شي قراءه اخرى قولوها لي. دابا شوف ردوا البال، يمكن نهضروا بالقلب، ما غاديش نهضروا شي نقاش فلسفي، حنا كنهضروا غير الهضره اللي كنهضروا مع المغاربه، نقاش بسيط بارقام بسيطه، هادشي اللي كيتقال واللي كان كله وعود لحدود الساعه ما شفنا منه حتى شي حاجه. كما قلت ان واقع اليوم في ابريل 2023 انا كنعتبره هو نتاج لما حصل بالامس في شتنبر 2021، بمعنى ضريبه اعمال الديمقراطيه في مجتمع ينهشه وحش الفقر
وتختلسه أنياب الهشاشة. مجتمع آمن مواطنوه بكل سذاجة وحسن نية، بل وببراءة، بوعود طيف من النخبة السياسية. استغل الظرف الصعب الذي عقب اجتياز محنة كورونا، الناس كانوا مكرفسين، فأطلق الوعود بدون حساب ولا فرامل، حتى خيل للناس أنهم على موعد مع الجنة فوق الأرض. شفت لكم حتى احنا براسنا واحد دخلنا كنا غادي نصوتوا، لكن طبعا سرعان ما دابت هذه الشعارات. كنا كنعتقدوا أن الحكومة عندها أغلبية مريحة، دات كل شيء، الله يسخر. غير دابا المغرب عنده واحد المغرب عنده واحد الطابع خاص. المغرب فسيفساء. المغرب انكاشي، ما يمكنش الهيمنة تكون فيه، ما يمكنش واحد يجي يهيمن فيه، ما يمكنش. حنا هكا تربينا وهكا كبرنا، عندنا ملكية صممت أمان وعندنا تنوع، ما يمكنش يكون استئساد في المغرب. إذا كان كيضر بالتوازن ديالو، وإحنا شفنا داو، إحنا شفنا التجربة، داو كل شيء، حكومة، برلمان، فرقوا الجهات بيناتهم، أبسط جماعة قروية فيما تخيلوا. إذا معنى أن عندهم مقومات النجاح، ما بقالكم والو، خديتوا كل شيء، دابا خصكم تخدموا. عندكم الارتيكولاسيون، عندكم الربط ما بين الحكومه، ما بين البرلمان، ما في غرفته، ما بين الجهات، ما بين المجالس، واش شنو باقي خاصكم؟ اذا مبدئيا عندكم كل شيء، خاصكم تنجحوا، هذه كنعتبرها مقومه النجاح. ولكن بان لي القراءه اللي غادي نديروا اليوم هو انهم بداوا كل شيء وحلوا في كل شيء. وهذا الدرس خصنا ناخذوا. راه اللي كيبغي كل شيء كيوحل في كل شيء. وقف على شي مزيان، اللي كيبغي كل شيء، اللي بغاها كاع هي اللي كيخليها كاع. هذا دابا واخا اجتمعوا ثلاثه، ولكن انتم كتشوفوا النتيجه، ما كنظنش بانها فعلا. الارتباك، وقيلا الى رديتوا البال معايا، الارتباك بدا من النهار الاول، ياك النهار الاول، حيت في الاول كان كيسحب لنا دهشه البدايه لكل جديد دهشة، فأنسه بالتحية. يجي يقول لنا غادي تكون واحد البداية، غادي تدوز ساعة. الدهشة ولات بنيوية، ولات هي القاعدة. كنشوفو وزيرة وقيلة أسرع وأقصر تعديل ياك في التاريخ، حتى في العالم، في العالم، ماشي في المغرب. هذا ما صعيب، صحيح. استقالة وزيرة الصحة باش تفرغ العمودية الدار البيضاء هو منطق. دابا المنطق هذا عاوتاني، انت شوف دابا ما كاينش لو فيل كونديكتور، ودابا عمدة استقلات باش تفرغ الدار البيضاء، ورئيس الحكومة حتى هو عمدة، ووزير العدل حتى هو عمدة، ووزيرة الإسكان وسياسة المدينة حتى هي عمدة. وكيف زعما شنو زعما هادو واعرين على هذيك ولا هذيك؟ ماشي قد هادوك ولا شي حاجه ماشي هي هذيك. لا غير انا كنفكر زعما الا كان واحد النسخ فكري كنفكروا به، بما ان انتهى عصر السوبرمان ولا الوندر وومن اللي غادي نجيبو غادي يدير كل شيء، خصنا نمشيو فيه كنفاس، مش يعني كنحيدو على هذا وكن كن يعني هاد لابروش سيليكتيف، هاد المقاربه الانتقائيه، ما كتبين لك طبعا هاد الارتباك اللي كنهضروا عليه. إذا طبعا هذا الارتباك بدا من الحكومة من الأول، التعديل، الاختلاط ديال الأجوبة على السيدة والسادة أعضاء حكومة الكفاءات في البرلمان، خلقنا حضور عددي في غياب النخبة. ما خلقناش نخبة اليوم، شوف البرلمان، اسمحوا لي الزملاء ديالي ما كنعممش على كل شيء، ولكن البرلمان اليوم كيعجبكم انتم البرلمان، كتشوفوا شي حاجه كتعجبكم فيه؟ ما كنظنش تعجبكم. لا دابا واش كاين الرضا بالمستوى الاداء ديال البرلماني، لا بالدور الرقابي ديالو ولا المساءله ديالو ولا الحضور ديالو، ما ولا التشريعي، ما كنظنش غادي يعجبكم. علاش؟ بون ما كنعممش، فعلا كاينه كفاءات عاليه داخل البرلمان، ولكن ما كتبانش لانها قليله،
نقول لكم هكا. علاش؟ لان لعبنا على العدد، لعبنا على الرقم، وغيبنا الجوده، غيبنا البروفيلات اللي قدروا يعطيهم، وكان كيهمنا العدد. احنا تحولنا الى ماكينه عدديه مروده على رفع اليد. صار ماكينه عدديه مروده على رفع اليد. كاينش واحدين نقول لكم كامل احترامي، وانا فاش كنقول هادشي راه كنتحمل مسؤوليتي، راه ما يجيش واحد يقول لك علاش قلتي، حيت هادشي راه كنسولهم، راه معاهم، راه يقابحني شي واحد راه نقابحو، عارف اش كنقول. والله الا كان اللي كتسول ما كيعرفش علاش كيصوت، بالله اقسم بالله، اقسم لكم بالله وانا صايم. وهذا تمرين، هذا التمرين درته، طرحت اسئله كيتبعوا غير الرئيس الى زيد 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 والله. اذا ما خلقناش نخبه، لان ما التصويت، التصويت قناعه، التصويت كيجي من بعد نقاش، كيجي من بعد لجان، كيجي من بعد. اذا اليوم خلقنا واحد نخبه بين قوسين عدديه، عدديه ولكن بعيده كل البعد على القيم اللي مبدئيا خاصها تكون من اجلها داخل ديك المؤسسه، كما قلت اللي هي الرقابه، اللي هي المرافعه، واللي هي المساءله.